الزمالك قادم بقى يا ناس. اهلا وسهلا بكم في لقاء الذهاب بين الزمالك المصري وفريق سد النهضه الاسيوبي في ذهاب الدور ال 128 في بطوله اصدقاء ماما افريقيا. في ماتش شعاره الفرقه اللي هتكسكس هتتلط. ولحد ما احداث الشوط الثاني تبدا عايز اكلمكم شويه عن التجديدات بقى اللي اتعملت في محطه سيدي جابر، حاجه مفتخره الحقيقه. احنا مش عايزين نرجع القاهرة شايلين 6 جون و7 جون والمناظر الوسخة دي. احنا هندافع طول الماتش. دومينيك هيقف جون علشان يسحب على الفرقة التاني. انت متأكد يا خواجة ان الخطة دي هتنفع؟ شور يا باشا. هما بيجيبوا المدربين دول من فين؟ مفيش، يا دوبزل يا الوسيط. يا ابني انت مش بتقول حماتك عندها السكر؟ هنخش عليها ازاي بطبق حلويات؟ احنا معزومين على الغدا صح؟ صح. وواخدين معانا هدية اهو بدل ما نخش بايدينا فاضية. حلو؟ ابن اصول ومتربي وعداك العيب الصراحة. هي هتشبط فيها وهتضربها كلها. هوب الانسولين هيضرب، هوب هتفلسع والموضوع هيبان طبيعي. من غير شبهة جنائية. تقتل حماتك يا نيدي؟ هتقتل الرحم اللي انتج ايمي؟ نن عين قلب أمك من جوه؟ وبعدين بقى بصوت الضمير الهفلطوني اللي ملازمني في حياتي ده؟ فين قلبك الكبير يا عمو؟ نسيته في البيت. فين الشهامة؟ هنبقى ندور عليها على جوجل لما نروح. فين خلاص خلاص يا أولاد، إحنا نقسم بلد نصين وناخد لها طبق حلويات دايت. فرق نف يا جدهم. بس نعدي على أي أجزخانة في السكة ونرش عليها سم فراخ. سم فران؟ اخس. طب فين فين طبق صوابع زينب اللي وعدتني بيه يا كبير؟ الحيالة دومينيك واقف جون. والله انا سم من ريحة فضيحة وحفزة. لا يهمني، لا يهمني مجموعة السكر والضغط وصداع النصفي. وعدى 10 دقايق من الماتش وشكله كده ما يلزش. الماتش شكله زي المسلسلات التركي، صورة حلوة وما فيهاش أحداث. يعني اللي عايز يخش كده يضرب له سجارتين كده في البلكونة يتفضل، مش هيفوتوا حاجة. ولا إيه رأيك يا كابتن عبد الواحد؟ إلا بالمناسبة أنت ما بتلعبش ليه؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، بصراحة في سببين. الأولان إن مدير النادي وعدني يدفع للقسط الجديد قبل الماتش، وبعدين لما زنقته قال لي مش معايا مصر. قسط إيه يا راجل؟ هو مدير النادي ده شاري منك غسالة؟ لا يا كابتن، قسط مستحقاتي. كان في دفعة 500,000 والمفروض أخدها النهاردة. طيب يا ابني العب وباخدها لما ترجع مصر. يعني أنت هتعمل إيه بس بالفلوس في أثيوبيا؟ ما أنا قلت زيك كده برضو وقررت ألعب وخلاص، بس لقيت الخواجة عايز يقعدني احتياطي لدومينيك. ساعتها بقى ما قدرتش أمسك نفسي ورحت صفح قلم أمن مركزي على خلقته. لقيت مدير النادي بيقول لي أنت حتى مش هتقعد على دكة الاحتياطي. قلت له طيب أقعد أنا فين دلوقتي؟ فقال لي روح أقعد مع كابتن بق. أهلا وسهلا بيك يا حبيبي. يلا بطل رغي بقى وخلينا نشوف أكل عيشنا. بسم الله. وكرة طويلة من الوينج ليفت بتاعهم بياخدها المهاجم، بيلم صلاح سليمان بس صلاح بيديله بالجزمة. ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لفريق سد الزفت النهضة. هيلعبها راس الحربة وداخل وبيركنها. جون جون جميل جميل. عملها يا ابني والله. اجهز بقى لمسلسل الانهيار. ده سوبر هنيدي. خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ايه الدخان اللي طالع منك ده؟ انت مش هتبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينة يا صغير. شهل يا ماما شوية، هنيدي زمانه جاي. بلا وكسه. وبعدين يا اختي هو انا اقوى من النار؟ انا متاكده ان هنيدي جايبلك معاه هديه عيد الام. هي ما جاب الغرب لام وفايد الام. هنيدي يا ماما، هنيدي هنيدي. ايه يا بت، بتوع مسابقه مسحوق الغسيل جم ولا ايه؟ ايه حراجه، امال لو ما كنتش بتلعب دفاع كان حصل فينا ايه؟ سد جوان ولسه الصوت التاني في نص ساعة. انت عبيط ولا ايه؟
انت ما تتدخليش في الشغل خالص، وروحي اقعدي في حته تانيه، خليني اعرف ركزتوا في شغل. هو انت بتالف مسلسل؟ تركز ايه ونيله ايه؟ شات اب جو اواي. انت نسيت نفسك يا خواجه، ده انت كنت جاي مصر تعمل دايفنج في شرم الشيخ، وانا خليتك تدرب الفرقه. طيب ايه رايك بقى؟ انت مرفوض. مرفوض مرفوض، بس يكون في العلم بتاعك انت، انا ليا مرتب 3 شهور وشهرين شهر جزائي. باي باي. يبقى خلي الفيفا تجيبهم لك. فيفا دي بتاع عيال صغيرين، انا الالترس هم اللي هيجيبوا لي حقي لغايه عندي. طب خد بس نتفاهم يا عم الحاج. خد تعالى. ايه ده انا شايف الخواجه سايب الماتش وخارج من الملعب. يا ترى كابتن عبد الواحد تفتكر الخواجه راح فين؟ اكيد رجع بلادهم. الزمالك ما بيعشوش مدربين يا كابتن. واد يا شيكا. ايوه يا ريس. قوم سخن ياد وصحح احمد جعفر. يا حماد ايه؟ يلا هتلع. وانا شايف اول تغييرين للزمالك نزل جعفر وشيكا، بس واضح انهم ما نزلوش مكان حد، والزمالك هيكمل الماتش ب14 لعيب، والحكم صاهين وقال لك مش فارقه. ادي اللي خدناه من الثوره، والهدف السابع. الهدف السابع لفريق سد الزفت النهضه. ولا ابويا، ابويا المرحوم الحاج اهو. كيف حاجه؟ فين ده هلا؟ تعالى تعالى يا ابني وسيبك من الهم ده. تعالى تعالى. جاي لك يا حاج. الله الله، تسلم ايديك يا امي. تمر فيكي برنامج شيرين مذكور بتاعت الاكل. ايه ده، انا ماليش في السكه دي. ماما اللي شالت الليله وانا يا دوب قطعت السلطه بالعافيه. يا بنتي بتالي بقى تغزي العين. يا ماما، هنيدي اصلا عارف اني اوت في موضوع الطبيخ ده. معلش يا حماتي، بكره تتعلم. كل البنات اليومين دول مركزين في انهم يتجوزوا الاول وبعدين يشوفوا مواضيع الاكل والنظافه والحاجات التافهه دي. بس برومس انا هتعلم لك الطبيخ مخصوص. اه كلهم بيهروا نفس الهري ده وبتصفصف على سندوتشين من ابو رامي. سيبك انت، مفيش في الدنيا دي حاجة أحلى من أكلة بيتي سخنة وبالسبكة. صحيح، الواحد بيحس بعدها أنه حيوان. أنا بحس أني حيوان في أي وقت يا عم. عارف يا صلعت، أنا بحب فيك التواضع. الواحد بطنه أشفت يا عمه من أكل الشارع. بقولك إيه يا إيمي، هو أنتوا هتخلوني أعيش معاكوا بعد ما تتجوزوا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ستيوبت؟ هو انا بصراحة كان نفسي في قطة، بس معرفش بقى كلاب البحر دي بتنقض الوضوء ولا لا. يعيش معانا؟ يعيش معانا فين؟ انا هرجعه مطرح ما لقيته. هو انت لقيته فين يا هنيدي؟ كنت بسقي الزرع في البلكونة، لقيته فاتح بقه تحت بيشرب. صعب علي، خدت ربيته، بس غالبا الرباية ما نفعتش. ده سوبر هنيدي. خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ايه؟ الدخان طالع منك جاله، انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينه يا صغير. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ فلوس للعيبه وديت، مدربين نسيت اساميهم من كترهم، محترفين جيت اشي من افريقيا واشي من البرازيل، وحتى سوق ليبيا ما استخسرت. اعمل ايه؟ ولع في النادي يا باشا وريح الناس بقى. اولع في النادي ازاي؟ انت فاكره عمر افندي؟ بقول لك ايه، اعمل اجتماع مجلس اداره حالا، خلينا نشوف حل للموضوع الزفت ده. مش محتاجه مجلس اداره يا ريس، خلينا نفكر في حد ينقذ النادي وانت تتفق معاه على طول. ومين اللي يقدر ينقذ النادي من كل المشاكل والفضايح دي؟ محدش هيقدر يعدل حال نادي الزمالك غير سوبر هنيدي. والله الزمالك نادي كبير وشرف لاي حد انه يخدمه، بس انا ممكن اعمل ايه يعني، خصوصا اني ماليش في الكوره. يا حد هبه اللي ليهم في الكوره كانوا عاملوا ايه للنادي سوبر هنيدي؟
أمال فين كابتن حسام حسن؟ مدحت شلبي وشلته طفشوه من البلد. على يدي كان كل ما يلعب ماتش يروحوا محلل انهوله. بس يا لنت بص يا سوبر هنيدي، انا عايزك في مهمة محددة، ان بطولة افريقيا ما تضيعش، ماتش العودة كمان اسبوعين بالظبط. قدامك حل من الاثنين، يا اما تدرب الفرقة يا اما تلعب الماتش. العب مستحيل. يعني التدريب هو اللي سهل يا فالح؟ بص يا جماعة، انا ما بقول لكمش انهاء الدوري، انا بقول لكم ان هي افريقيا يعني مهمه وطنيه يا سوبر هنيدي، يعني اسم مصر، يعني كفايه تعليم علينا من الافارقه، عايزين نفرح الناس. فين قلبك الكبير يا سوبر هنيدي؟ خلاص يا عمو، بيقول لك مصر قاهره المعز، يعني الكعب العالي في المنطقه اوفرول. انا لو هدرب الفرقه هحتاج لعيبه جداد، لعيبة يكونوا بيحبوا الزمالك وقلبهم عليه. كل اللعيبة اللي بتحب الزمالك بتلعب في حتة تانية غير الزمالك. معروفة دي. يبقى سيبنا لم الفرقة الجديدة بقى بمعرفتي. اتفقنا. طب وبقية الجهاز؟ اقدم لك سوبر حسني مدير الكورة وصل عطمان. وده اداري ولا بتاع لياقة بدنية؟ لا ده كلب بحر شمال. خش يمين يا عمو في شمال عند العاصفة الترابية. امشي بنفسك. اوعى اوعى امشي بنفسك يا معلم. هو ده صلعت الواد ابو جلابية مبيت. حصل يا عمو. الاول خد في تمام بالراحه يا بجم، هتموت الواد. يا عمو انت هتسيبني واقف بالجيبه دي كتير؟ انا بدات اخاف على نفسي. طول بالك يا كلب البحر، احنا عايزين وينج شمال. وما تقلقش، خلقتك ما تشجعش على التحرش اصلا. بصراحة انا بدأت احبني. وانا لو مني هعاكسني الصراحة. ولا يلا وراه. ولا صلح، هاتوا ابن العفريت ده. حسن يا عمو. ايه رايك؟ هو حارس مرمى حلو طبعا، بس الكوره غير البطيخ تماما. الكلام ده في اي حته في العالم، بس عندنا مفيش فرق. اذا صلعت. حصل يا عمو. ورا يا زغلول، رايح فين البطيخه اللي معاك دي يا ولد؟ علي هوب. طلع بطل سهواك بقى يا تيمو وركز في شغلك. ده سوبر هنيدي. خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القرصنة ولا ايه؟ الدخان اللي طالع منك ده، انت مش هبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينه يا صغير؟ تقدروا تعتبروا نفسكم في مهمة إنسانية، في حوالي 10-12 مليون زملكاوي معرضين يجيلهم ضغط وأزمات قلبية واكتئاب حاد وتبول لا إرادي بسبب تشجيعهم وإخلاصهم للزمالك. مهمتكم تنقذوا الناس دي. ماتش النهائي كمان أسبوع، يعني هندخلكم معسكر مغلق، هنعلمكم أصول الشغلانة، وحندي كل واحد 50 جنيه، ولو فزتوا بالماتش ممكن المبلغ يوصل ل750 جنيه. بس احنا نسمع ان اللعيبة بتكسب ملايين. دي لعيبة محترفين، انتوا هواه. وايه الفرق؟ الفرق ان انتوا ناس كسيبة، في ايد كل واحد منكم شغلانة بياكل منها عيش. المحترفين شوية عيال فاقدة ما وراهمش حاجة غير لعب الكورة ليل نهار.
كابتن. بس انا اهلاوي يا كابتن. انتوا هنا بتخدموا مصر لا اهلي ولا زمالك، ولا يرضيكوا الافارقه يتنططوا علينا على اخر الزمن؟ عايزكم تشد حيلكم يا جماعه، جمهور الزمالك من حقه يفرح زي بقيه البني ادمين، اتفقنا؟ شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر، صوتك بيعصر في قلبي عصر، شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر، صوتك بيعصر في قلبي عصر. خدي بإيدي وامشي معايا. مش عشان انا، عشان الزملكاوية. انت عارف يا رب اني بشجع حرس الحدود اصلا. احنا هننزل باللعيبة كلهم يا عمو، مش هنخلي لعيب ولا اتنين احتياطي؟ واحنا لمينا غير الحداشر دول؟ ربنا يسترها ويكملوا الماتش. مش عارف اقول ايه، الزمالك جايب مدرب كرتون ولعيبة مجهولين وكلب بحر شمال، تشكيلة غريبة جدا. بس ارجع واقول لكم ان الماتش صعب، والفرقة اللي هتتفت، الحكم بيشفر والماتش بيبتدي.